كفاية بقى يا بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمدولة قانونا، وبعد الاطلاع على المادتين 145 و146 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين إذا دفع كل منهم انتهت الجلسة. تحيا فلسطين عربية والنصر للأمة العربية. يلا يا زياد، يلا يا حبيبي، يلا يا زياد، يلا يا زياد، يلا يا زياد. تحيا مصر أمة عربية. القرار بإخلاء سبيل الفدائيين الأربعة قرارا مؤكدا أن مصر قضاء ورجال قضاء هم حصن للعدالة وموئل للحريات، وأن هذا القرار يؤكد شرعية العمل الفدائي، وأن ما قام به الفدائيون الأربعة إنما قاموا به باسم الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وإنني في هذه المناسبة أحيي مصر قضاء ورجال قضاء ونقابة، كما أشكر النقابات العربية جميعا
ورجال المحامين العرب جميعا الذين شاركوا في هذه القضية. خلاص.